وبالمناسبة نفسها أشرف اليوم بغابة بني مسوس بالعاصمة كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ووزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة زهرة زرواطي على عملية غرس للأشجار. العملية شاركت فيها مختلف أسلاك الأمن وعناصر الكشافة الإسلامية الجزائرية وفعالية المجتمع المدني. هذا يدل على الاهتمام والعناية التي نوليها سويا كلنا كمواطنين أو مؤسسات إلى الغابة، لما الغابة من دور تلعبه في حياة المواطن بصفة عامة، بحيث أن هذه السنة منظمة الهيئات المتحدة اختارت شعار لليوم الدولي للغابات، وهو شعار متعلق بالمدن الخضراء والبيئة النظيفة وعلاقة الغابة بالمدن في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وتوفير الفضاءات الجميلة والخضراء للمواطن. ما أصبح كل مواطن الآن لازم يهتم بغرس الأشجار، وكذلك نحيي المبادرة لمشاركة الجيش أعضاء الجيش في هذا المبادرة، والجزائر الآن مطالبة الحفاظ على أواصتها الإيكولوجية هذه والنظم البيئية اللي أصبحت مدسترة وأصبحت ضروري جدا، ليس فقط على عاتق المؤسسات ولا القطاعات وإنما كذلك هي مهمة كل مواطن، كل واحد يغرس أمام بيته شجرة.